كيف تخفف من ألم حرق اللسان؟ هل حرقت لسانك وأنت تشرب أو تأكل مأكولات ساخنة؟ كل ما عليك فعله هو وضع القليل من السكر على مكان الحرق، وبذلك تخفف من إحساسك بالألم ويعطيك إحساساً أفضل. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضاً مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.